شيء ليش وصلنا للأزياء الكبير بالسرنامي يلي هو بيلبس البلدتين مثل الصبوحة مثل الفيروس أكيد مع حفظ الأبطال نشكرهم وبلبسنا الليلي مشكور بسام. أنا بتمنى لك النجاح دائما والتألق لأنه في محبة إنسانية بيني وبينك. بعدين بدي أشكر الإنسان اللي كان عملنا كلنا بالسرنامي اللي هي المذيعة المتألقة رولا محسوم اللي كانت الزيارة رئيس الحربية وقالينا نشوفها بمسلسل على الام بي سي دافولا. رولا لسع كلامك الحلو على القائد الجيد. أنا يمكن درست وأخذت دكتوراه ودلت 10 مؤسسات من إذاعات تلفزيونات مواقع فنية لإذاعات على الإنترنت. مع ذلك 77 مذيع ومذيعة مثل العطر عطر المحبة والإعلام بكل باقي المؤسسات خرجوا عندي وكنت ميديا كونسلتر للعديد من النجوم ما راح سميهم لأنه بيجيني الشعور إنه أنا مرنتهم واشتغلت بالإعلام من 40 سنة كتار حبوني وكتار حرقوني وكتار دعموني. أنا بشكر اللي حبوني ولا حرقوني لأنه لو ما حرقوني ما كنت تقدمت لكون صورات ليسي كتير تبين في هالكوفي لكل زملائي عمل أن يتكرموا من غير مهلئين بموقع الفن ليسي كتير لكم لتيج الرجال أزلنا بوسي كبيرة لجوزي مناصمها. رئيس التحرير موقع الفن الإعلامية هلا المر، أنا بدي أقول لك أهلا وسهلا فيكي وبدي أقول لك كمان ألف مبروك على تكريمك اليوم بمهرجان أفضل. ميرسي كتير علي، يعطيكم العافية أنت وعمر، كتير دايما بتتعبوا بكل المهرجانات وأنا بدي لك أنه إلي الشرف أني أتكرم بأفضل من بعد ما نلتلقى بسفيرة الإعلام الهادف قبلاً. أدابي يعني لك اليوم تكوني مكرمة بعد سلسلة من النجاحات بعد مسيرة طويلة، كنت عم تقولي 40 سنة، أنا ما بدي كبرك يعني بس بس أدي هالمسيرة كانت كلها شغف وإصرار، أدي تعبتي فيها كمان؟ أكيد ما في شيء بيصير بلا تعب. وقت واحد بيحب المهنة وعنده شغف لها قد ما يتعب ما بحس لأنه بالآخر بيكون عطى شيء حلو بتعني لي كتير المهنة، مش هيك أنا اخترتها لأنه أنا كنت يمكن أكاونتر يعني إكسبرت كونتابل خبير محاسبة قبل ورجعت اتجهت للإعلام. لو ما بحبها ما ضاينت فيها 40 سنة يا علي علي. كل إنسان بده يوصل لهدفه لحلمه أو كل إنسان ناجح بده يمرق بمطبات ليوصل لهدفه، كيف تغلبتي على المطبات؟ أكيد بالصلاة بالإيمان، رح تتعجب إنه كيف في كونتراست بين صلاة وإيمان ووسط فني ووسخ فني، بس لا بالصلاة والإيمان وأنا مؤمنة بمهنتي ومؤمنة إنه مهنتي هي بتهدف لبناء إنسان أفضل وتعكس الفن الجميل وتعكس لبنان الحلو. يعني إذا نحن ما اشتغلنا لهالشيء لهالهدف مين بده يشتغل؟ نحن واجباتنا نعمل هالشيء، واجباتنا الوطنية والإعلامية. حضرتك كنت عم تقولي انك سفيرة الاعلام الهادف، اليوم من موقعك كيف بتوصلي للمغتربين صورة حلوة عن لبنان من خلال هيك كلمات منك؟ بفضلكم بشغلكم انتوا اللي بتشتغلوا معي وحاطة ايدي بايدكم، بفضل كل شغلة حلوة منقدمها، ما نكون عم نقدم جرسة، نكون عم نقدم فن حلو، مش غلط نعمل سكوبات ولكن سكوبات سلسة وحلوة وبفضل انه نضلنا صادقين. الاعلامية هلا المرة انا بدي اتشكرك وبدي ارجع اقول لك الف مبروك وبتستاهلي كل نجاح. لمعرفة كافة الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.